السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية، أسعد الله أيامكم بكل الخير. إن شاء الله النهاردة يا شباب معانا فيديو هنتعرف فيه على طريقة رفع البحث على المنصة الإلكترونية إدمودو. الفيديو اللي فات يا شباب عرفنا إزاي نرفع البحث أو نسلم البحث للمدرسة ورقيا. طبعا يا شباب معالي سيادة وزير التربية والتعليم قال إن البحث هيتسلم بطريقتين، الطريقة الأولى إما إن أنت تسلمه ورقيا، وعرفنا الفئات اللي هينطبق عليها هذا الكلام، وهسيب لكم رابط بالفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه عن طريقة تسليم البحث ورقي واعداده وازاي نعمله في اسفل صندوق الوصف في التعليق المثبت ان شاء الله. النهاردة بقى نتكلم مع بعض ازاي اعمل البحث الكترونيا واظبطه بطريقة سليمة 100% بحيث ان انا ارفعه على المنصة الالكترونية ادمودو. كل اللي عليك يا شباب ان احنا بعد ما بنكتب البحث على الكمبيوتر على صفحة وورد بنبدأ نحول هذا الملف الى صيغة PDF. ممكن تحوله ببرامج، في برامج كتير بتحول الوورد الى PDF. طيب لو انت ما عندكش هذا البرنامج بتحول من البرنامج نفسه بتاع الوورد بتحول لصيغة PDF او بتحفظ الملف PDF، وهوريكم ازاي نحفظ الملف PDF. انا عندي ملف جاهز هنا او بحث جاهز عن السحو او يا شباب هنفتحه كده هلاقي فيه البحث اللي انا كنت كاتبه، هبدأ احفظه او احوله PDF ازاي. ده وورد يا شباب، احوله PDF ازاي؟ باجي هنا على كلمة ملف واضغط كليك شمال بتفتح لي القائمة دي، بختار منها كلمة حفظ باسم واضغط كليك شمال عليها بيبدأ يظهر لي قائمة جديدة زي ما احنا شايفين كده، بختار منها. طبعا انا هحفظ الملف فين الاول، انا هحفظه مثلا على الديسكتوب على سطح المكتب، يبقى طبعا اختار الديسكتوب هنا، اختار هنا مكان ما انا عايز احفظ، بضغط الاول طريقة التسجيل انا هحفظه فين، احفظ الملف فين، بختار هنا ديسكتوب يا شباب. وبعد كده عندي هنا بيقول لي اسم الملف، بروح اسمي الملف زي ما انا عايز، ممكن اكتب السياحة، ممكن اكتب اي زي ما انت عايز، عايز تكتب اي اسم اكتب اي اسم يعجبك، انا هكتب مثلا وليكن احمد عيد. كده انا كتبت هنا يا شباب احمد عيد. طيب ابدأ بقى الخطوة اللي بعديها اللي هو حفظ، كان هو بيقول لي انت عايز تحفظ الملف بنوع ايه، وورد ولا PDF ولا ايه بالظبط. الامتداد كتير، بضغط على السامي ده يا شباب بلاقي جميع انواع الامتدادات اللي تخطر على بالك هنا. طيب انا بختار صيغة PDF هي يا شباب، واضغط كليك شمال بتتحدد لي هنا كده، يبقى انا كده هحفظ على PDF. هو تلقائي مجرد انا ما اقول له حفظ هيبدأ يحول لي الملف ده من وورد الى PDF. انا هضغط هنا يا شباب على كلمة حفظ، بعد ما ضغطت على حفظ يا شباب بيبدأ البرنامج يحول الملف من وورد الى PDF زي ما احنا شايفين كده. هنصبر شوية لحد ما يقول لي تم التحويل الى PDF، واول ما بتحول لPDF بيبان لي فوق كده يا شباب، هنا شايفين الملف كان وورد هيبدا يتحول لي دلوقتي الى صيغه PDF زي ما احنا شايفين اهو يا شباب، تم تحويله اهو، قال لي احمد عيد PDF، تم تحويل الملف اللي كان معايا دلوقتي الى PDF. ده كان بالنسبه لطريقه تحويل الملف الى PDF. طيب الخطوه الثانيه يا شباب، طبعا بعد ما حولنا الملف PDF ظهرنا على سطح المكتب اهو يا شباب زي ما احنا شايفين احمد عيد قدامي اهو. طيب الملف هنا كده اصبح PDF. ولو انا عايز اتاكد ادوس كليك شمال كليك يمين عليه، لو انا عايز اتاكد اضغط كليك يمين واروح على بروبرتيز خصائص واضغط كده كليك شمال هيظهر لي امتداد الملف اهو يا شباب PDF تم تحويله، اقول له يا طيب اوف لاين فايل، طيب اوف فايل بيقول لي تم تحويله الى ايه؟ الامتداد بتاعه PDF زي ما احنا شايفين كده، يبقى انا كده حولته بنجاح. طيب ابدا اعمل ايه بقى في الملف ده؟ اسميه ازاي؟ بروح عليه اضغط كليك يمين واروح على كلمة رينيم اعادة التسمية، لان من اهم خطوات اعداد البحث الالكتروني ان انت تسميه تسمية صحيحة. ابدأ اكتب كود الطالب احمد عيد، هكتبه ازاي؟ اكتب بقى مثلا الكود بتاع احمد عيد 1 2 3 4 5 6 7، ده مثال يا شباب. طيب بعد ما كتبت الرقم الكود بتاعه او الرقم التعريفي بتاعه بكتب رمز الصف، هو في الصف الخامس، يبقى انا هكتب G5، وانا قلت لكم اللي هي رموز الصفوف من الصف الثالث الابتدائي لحد الصف الثالث الاعدادي. كده يا شباب انا كتبت رمز الصف بتاع هذا الطالب، الكود بتاعه هو اللي هو الرقم التعريفي، وبعد كده رمز الصف اللي هو G5 اللي هو الصف الخامس، واضغط انتر، يبقى انا كده سميت الملف بطريقه سليمه 100%. كده انا خلصت خطوتين بطريقه يعني 100%. الخطوه اللي بعد كده يا شباب هبدا اتجه الى منصه ادمودو. طبعا وانا عرفتكم ازاي نسجل في هذه المنصه، يعني لو انت عاوز ما سجلتش قبل كده في منصه ادمودو وعاوز تعرف ازاي تسجل
هسيب لكم رابط الفيديو ده يا شباب في صندوق الوصف. طيب طريقة بقى التسليم الالكتروني، هناك بقى اكتر من طالب مشارك في البحث، اعمل ايه؟ يعني لو انا مشارك في البحث معايا اربعة، معايا انا واربعة تاني يعني خمسة، هنسمي الملف ده برقم تعريفي واحد، يعني اكتب على الملف ده رقم تعريفي واحد خاص بالطالب المرسل فقط، يعني باسم واحد بس اكتب الرقم التعريفي بتاعه واكتب الصف الدراسي بتاعه. طب والاربعة التانيين او الباقيين هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه فيهم دلوقتي. دول ان شاء الله هنبقى نحطهم في التفاصيل في الملف اللي هو موجود على منصة ادمودو. بعد كده يا شباب بندخل على الحساب بتاعنا على منصة ايه؟ ادمودو. وقلت لكم ازاي نسجل في منصة ادمودو. بعد ما بدخل على المنصة بتاعت ادمودو، اي فصل بقى من الفصول الدراسية بتاعتك هنلاقي فيها ايقونة مكتوب عليها المشروع البحثي لعام 2019-2020. اضغط على هذه الايقونة. بعد ما بضغط على هذه الايقونة هتظهر لي بقى نافذة رفع المشروع. النافذة بتاع رفع المشروع دي هقوم برفع الملف بتاعي اللي هو البي دي اف بعد ما اتأكد من تسميته التسمية الصحيحة. يعني لازم اتأكد ان انا سميته تسمية صحيحة، زي ما قلت لكم اسميه الكود التعريفي واحط وراه الصف الدراسي بتاعي. طيب لو هناك بقى اكتر من طالب مشارك في البحث اعمل ايه؟ نكتب الاكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة التفاصيل. جميع الطلبة المشاركين في البحث نكتب الاكواد بتاعتهم في خانة التفاصيل، يعني الخمسة اكتبهم، اربعة اكتبهم، ثلاثة اكتبهم. طيب بعد ما بكتب الاكواد الخاصة بالطلبة في المشروع في خانة التفاصيل ببدأ اضغط على زر التسليم النهائي. بعد ما بضغط على زر التسليم النهائي كده ابقى انا سلمت البحث بتاعي يا شباب بطريقة سليمة 100%. طيب الكلام ده هيبقى امتى يا شباب؟ المنصة بتاعتي هتبقى متاحة لتسليم المشروعات الكترونيا في موقع ادمودو ده من 9 مايو لحد 16 مايو 2020. يعني قدامك فترة تعد البحث وتسجله وتعمله بي دي اف، وان شاء الله من يوم 9/5 الجاي تبدأ ترفعه على المنصة. لو تعذر عليك رفعه في المنصة هتكتبه ورقيا وتسلمه في ظرف زي ما قلت لك للمدرسة. بكده يا شباب بنبقى انتهينا من طريقة عمل المشروع البحثي وتسليمه الكترونيا. لو فيه مشكلة قابلتك او انت مش عارف اي حاجة اكتبها في تعليق وان شاء الله هنقوم بالرد عليه. ياريت تدعمونا بلايك لهذا الفيديو عشان ينتشر وكل زمايلك يعرفوا طريقة تسليم البحث، ولا تنسونا بالاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفوها، وتفعلوا زر الجرس على وعد الكل عشان يجيلكم منا كل جديد. والى ان القاكم في فيديو قادم، استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.